أية الشيوخ المقدمين للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار. تفضل السيد النائب. سؤالي يتمحور حول وضعية السادة الشيوخ والمقدمين المحترمين وعن مآل ومصير إخراج النظام الخاص به، وأتأسف لعدم وجود العنصر النسوي داخل هذه الشريحة. وشكرا سيدي الوزير. جواب السيد الوزير، جواب السيد الوزير كاينين. من فضلكم، من فضلكم. كفى كفى أعطيو من السيد النائب، السيدة النائبة، السيدة النائبة، من فضلك. لو السيد الوزير يتكلم تا صافي يكون داكشي محدود. تفضلوا سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. أولا فيما يخص عنصر النسوي، مديما كان هذا هو السمية ديالو العريفة، راه مديما كان. ونعم ديما كان ومازال كاين وديما غيبقى، وكيقوموا بعمل جبار. وفي هذه المناسبة كنستغل هذه اللحظة باش نتقدم جزيل الشكر لأعوان السلطة على ما قاموا به في هذه السنوات الأخيرة، خاصة جائحة كورونا، لأن قاموا بواحد العمل هائل خلال المرحلة اللي عشناها كاملين، وكنظن بأن ما كاينش مسألة مسلم منها. نرجع لصلب الموضوع، ان هاد الفئه ديال الاعوان السلطه في وزاره الداخليه كيمثلوا واحد الثقل مهم بزاف. لهذا راه لحد الان كيستافدوا من جميع اللي كيحول لهم القانون، كيستافدوا منه. لكن هذا ما كيمنعش بان اهم حاجه اليوم بالنسبه لنا فيما يخص اعوان السلطه هو فتح الباب الترقية. راه ابتداء من 2015 حلينا الباب الترقية فيما يخص الشيوخ يدوزوا للخلفان القياد، وهذه أهم حاجة بالنسبة لهاد الناس، لأن ما بقاش الأفق مشدود. اليوم سنويا كيدوزوا تقريبا 130 140، ونحاولوا ما أمكن أننا نزيدوا في هذا العدد باش نحلوا الآفاق لهاد الفئة من الأعوان ديال وزارة الداخلية. النقطة الثانية واللي بغيت نشير لها هو أننا اليوم في وزارة الداخلية خدامين على إطار العمل ديال أعوان السلطة، واللي غنحاولوا ما أمكن أن نخرجوا في القريب العاجل، خدامين عليه باش نعطيو واحد الإطار اللي هو مناسب للعمل ديال هذه الفئة. شكرا من سيد الوزير. شكرا. تعقيب سيد النائب. تفضلوا سيد النائب. شكرا سيدي الوزير على الجواب ديالكم. بديدي بأجل فالتعقيب وباسم فريق التجمع الوطني للأحرار، لا بد من التوقف لتوجيه كما وجهتم أنتم سيد الوزير تحية وتنويه خاصين لأعوان السلطة كل بصفته وفي مقدمتهم السادة الشيوخ والمقدمين على المجهودات والعرفات، على المجهودات والتضحيات الكبيرة التي بذلوها من أجل التصدي لجائحة كورونا، وأيضا إنجاح حملة التلقيح. سيد الوزير، كما أشرتم في جوابكم، فعلا هناك مجهودات تبذل من أجل تحسين ديال الوضعية المادية الاجتماعية، ولكن هل من مزيد؟ أنا عندي ولد عمي مقدم وعطاني وحكى ليا وكجيت كندافع علينا. قلتيها. وبالنظر للمسؤوليات المتعددة والجسيمة التي تطلع بها هذه الفئة، فإن الأمر يتطلب بلورة
تصور خاص لتطوير مستقبل ووظيفة هذا الجهاز. شكرا 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 سيد النائب. هل هناك تعقيب إضافي؟ سيد النائب شكرا. سيد النائب سيد النائب انتهى الوقت. سيد النائب سيد النائب سيد النائب انتهى الوقت. هل هناك تعقيب هل هناك تعقيب إضافي؟ نعم تفضلوا سيد المهاجري تفضلوا. سيد الوزير سيد الوزير النظام الشيوخ والمقدمين بالإضافة للقوات المساعدة في المغرب يجب علينا أن نفتخر به. نظام يخصنا كدولة مملكة مغربية منذ القدم وأثبت نجاعته في مجموعة من المجالات، ولكن مع تطور العصر كان القانون يسمح للشيخ المقدم باش يبقى يزاول المهنة ديالو أثناء تلقي ذاك التعويض. اليوم مع تطور العصر وتقلتوا عليهم ها كوفيد ها كورونا ها المقدمين بقى لهم والو يضربوا هذيك الشوكة، ما بقاش عندهم الوقت، ولهذا كنطالبوا باش تحسن الوضعية ديالهم. لأنه كيفاش بدا هذا النظام وكيفاش تلا اليوم، اليوم المقدم مقدم كيدير خدمة مقدم فقط، ما يمكنش يدير جزار ومقدم أو خراج ومقدم كما سابقا، ولهذا كنطلبوا تحسين وضعيتهم وشكرا. شكرا. تعقيب إضافي آخر تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد بودريقة تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، السيدات أستاذ سيد الوزير وسيدات أستاذ النواب محترمين. ما يمكنش نتكلموا على أعوان السلطة، وسمحوا لي لا غنعاود نكرر، ولكن راه مهمة جدا لأن الدور اللي لعبوه كبير، وهما اللي كانوا في الجبهة الأمامية يامات الكوفيد يامات كنا حنا كنا ناس شادين علينا، ولكن هاد الناس راه كانوا كيخدموا واشتغلوا بواحد الجهد كبير اللي هما أعوان السلطة. وجات المرحلة الثانية ديال التلقيح، وكذلك في الأخير جات المرحلة ديال الأيام الأقل قليلة اللي كانوا تساقط قليل ديال الأمطار، والدور اللي لعبوا كبير. وبالتالي السيد الوزير تحسين الوضعية ديالو بالقانونية كنطالبوا، وكذلك الإدارية، ولما لا السيد الوزير إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية أو سلك آخر، علاش لا؟ وأخيرا السيد الوزير اليوم كنعرفوا الرقمنة، حتى الناس راه خصتهم يدوزوا معاهم الرقمنة. وشكرا. تعقيب إضافي آخر تفضلوا السيد الوزير. تعرفوا كاملين بان اطار العمل ديال الاعوان السلطه اطار خاص، واللي كنا خدامين به لحد الان ومازال خدامين به. اليوم جا الوقت باش نفكروا، والشيء اللي كتقوم به الوزاره اليوم كتقوم بواحد العمل انها تلقى الاطار الملائم للعمل ديال اعوان السلطه فيما يخص المستقبل. والله ان شاء الله كيف قلت لكم في المستقبل القريب ان شاء الله غيخرج هذا الاطار، ما ندخلوش تفاصيل اليوم، هذا الاطار اللي هو خاص بهذ الاعوان، ماشي هو يعني ما غندخلوش اللي كيحمي هاد الاعوان كيحميهم وكيوفر لهم الشروط الاساسيه باش يقوموا بالعمل ديالهم على احسن وجه. وشكرا.